عندي كل الشغل على 50 كام؟ وعرض الشغل كام؟ يساوي 100 ملم. والفيت يساوي 25% ملم بالطول. وعندي الجزء في القطر اللي هي جزء مول تساوي 3 ملم. وعند القطر الدايمتر بتاعها بيساوي 50 ملم. وعندي عدد اسنان بتساوي 20 دول. وبتدور القطر بان كابتر بتساوي 100 ريفولوشن بير مينت. عايز يحسب البي اللي هي الكاتنج سبيد. عايز يحسب الماشين بيك تايم او الكاتنج تايم اللي هو الدي. وعايز يحسب الام ار ار ماتيريال ريموفال ريت. ماشي كده يا باشمهندسين؟ الحل بسيط جدا. اول حاجه عندي طالبنا اللي هي الفي. انا قلت القانون بتاع الفي اللي كانت حافظينه ان الاف بتساوي الفي على الفي على ان كابيتال ان سمول. والقانون ده يتحفظ. قانون يتحفظ. انا عشان بس اقول لكم القوانين اللي بتتحفظ معاكم. ومنها بجيب ان الفي بتساوي اف في ان كابيتال ان كابيتال ان سمول. الاف في 25% في ان كابيتال ب 100 في ان سمول ب 20 تطلع لي 500 ملي متر صح كده؟ ده سرعه الايه؟ الشغله وهي ماشيه. دي فيها مشكله؟ القانون اللي هيتحفظ اللي هو جوه المستطيل موجود عندك. المطلوب الثاني عايز التاير. وانت في الاختبار بتحط قانون التاير. مش بس زي ما كنا حلينا على الداتا شو، لا بقوم حاطط قانون الطاير اللي هو ايه؟ ان تي بتساوي ال زائد ال سي على في. والقانون ده يتحفظ. القانون ده يتحفظ. ال زائد ال سي على ايه؟ على الفي. بس هنا انا ما عنديش ال سي، يبقى لازم اروح اجيب ال سي. ال سي بتساوي ايه؟ ال سي بتساوي الدي كابيتال دي سمول تحت الدرس. والقانون ده برضه يتحفظ. فانا عندي دلوقتي ثلاث قوانين اتحفظوا معانا في مساله الايه؟ الميل. نجيب ال سي بتساوي 50 في 3 تحت الجاز. نطلع لي ب 12 و 24% ملم. ده ال ال سي. ارجع اخد ال ال سي واعوض في القانون بتاع التايم. يبقى قانون التايم بيساوي ال ال كابيتال ال ال اصل اللي هي بتساوي 300 اللي هو طول الشغل زائد ال ال سي اللي هي 12 و 25% على الفي. الفي ده اللي جايبها من شويه اللي هي 500. تطلع لي في 6 2 5 من الملي. اضرب في 60 تطلع لي بالسكند. تمام؟ اضرب في 60 تطلع لي بالايه؟ بالسكند. دي فيها مشكله؟ اخر مطلوبه عندي. لما تحلها مع بعض بتبقى اسهل بكتير من اللي موجوده على الداتا شو. اخر قانون عندي اللي هو الام ار ار ماتيريال ريموفال ريت. احنا قلنا هنحفظ النص التاني من القانون اللي هو دبليو في دي في دي. وده القانون الرابع اللي اتحفظ. يبقى بيساوي الدبليو كام؟ ب100. والدي كام؟ ب3. والدي كام؟ ب500. بيساوي 150,000
مليمتر تكعيب بالمل. ببساطة يبقى أنا بعمل إيه؟ بحط القانون الأساسي اللي موجود عندي، لقيت في حاجة ناقصة في القانون بروح أجيبها، زي الطيب، لقيت الـ NC ناقصة فرحت جبتها. تمام؟ ده الحل بتاعها ببساطة ومفيش فيها أي مشكلة خالص. تمام؟